واستمرارا للتدابير والإجراءات المكثفة التي تبذلها القوات المسلحة لتأمين العملية الانتخابية، صدق وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي على تخصيص عدد من طائرات النقل العسكرية، وذلك للعمل كمجهود جوي لنقل أعضاء الهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالأماكن النائية والمنعزلة، وذلك لتسهيل مهمة القضاء وتخفيف العبء عنهم وضمان استلام اللجان في التوقيتات المحددة لها.